إذا مستمعينا اليوم فقرة شيوات متنوعة بدمتيكو النكهات غادي نقترح لكم بطاطا معمرة بالكفتة والبشاميل. غادي نحتاجو في المقادير الكمية ديال البطاطا تكون بطاطا بيضاء تكون متوسطة في الحجم ديالها يعني تكون شوية كبيرة باش لأنه غادي نقسموها على النص باش كتجينا في المنظر يعني كبيرة. مولا البطاطا ديك البطاطا اللي القشرة ديالها كتكون رقيقة ديك البيضاء غادي نغسلوها مزيان من التراب ونمسحوها ونحتفظوا بها. غادي نحتاجوا كميه من الزيت البلديه زيت الزيتون اللي غادي نديروها فوق هذيك البطاطا. وبالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا كميه ديال الكفته يعني على حسب الرغبه يعني الغنيه ولا بقري ولا دجاج على حسب. وغادي نديروا دامتي بالنكهه اللي بغينا مثلا درنا الكفته ديال الدجاج غادي نديروا دامتي دجاج. وفي العطريه بما ان يعني دامتي كيكون فيها يعني الملوحه وكيكون فيها العطريه كتكون منسمه غادي نكتفيو فقط بشويه ديال القزبر ومعدنوس وشويه ديال اللون التحميره الا بغينا وشويه ديال الشونيه الحاره هذه كتبقى اختياريه. غادي نحتاجو قلنا كميه ديال الكفته عندنا الكميه ديال البطاطا وكميه ديال الكفته عندنا شويه ديال الزيت البلديه عندنا في الحشوه شويه ديال الكفته العاديه ولا ديال الدجاج ودامتي النكهه اللي بغينا على حسب شنو استعملنا. وغادي نحتاجو صلصه البشاميل اما نصايبوها اما ناخذو صلصه يعني ناخذو دامتي بشاميل اللي كفي انكم تشريوها وكديروا فيها غير الحليب يعني كتكون واجده من السما كنخلطوها غير بالحليب وكنحركو فوق العافيه حتى كتبدا تعقد لينا. الا ما كانش نديرو صلصه البشاميل العاديه نمشيو للطريقه. غادي ناخذو اول حاجه ديك البطاطا البيضاء اللي كتكون متوسطه ولا كبيره شويه في الحجم ديالها وتكون يعني في الشكل ديالها ما تكون سهله اننا نقسموها على النص لانه بعد نوبات البطاطا كنلقاوها بحال فيها بزاف ديال الطروف خارجين من الجناب فكتكون صعيبه لنا نخدموا بها. بالنسبه لهذا الاقتراح من الافضل ناخذوا بطاطا اللي الحجم ديالها مزيان وتكون متوسطه في الحجم ديالها تكون البطاطا الرقيقه ديك البيضاء. وغادي ناخذوها قلنا غادي نغسلوها مزيان من التراب من بعد نمسحوها وغادي ناخذوا هذه البطاطا غادي ناخذوا الكوردون داك العود العادي غادي ناخذوا الكوردون وغادي نبقاو نتكو في هذيك البطاطا مزيان غادي نتكوها مزيان هذيك البطاطا كامله من الجوانب كاملين ديال هذيك البطاطا. من بعد غادي ناخذوا لاطه ديال الفران ندهنوها. اشنو غادي نديروا غادي ناخذوا الزيت البلديه وغادي ندهنوا بها بالشيته ندهنوا بها هذيك البطاطا كامله. ومن بعد غادي ناخذوا الورق السلفوريزي داك الكاغيط هو الاول غادي نغلفوا به كل بطاطا بعد ما دهناها مزيان يعني بعد ما تكيناها بالعود الخشبي في الجوانب كاملين ديال البطاطا غادي ندهنوها بالزيت البلديه مزيان يعني البطاطا كامله ندهنوها مزيان بالزيت البلديه. من بعد كناخذوا ورق الطبخ داك الكاغيط مزيان وغادي نلفوا به البطاطا وعاد غنديروا الالومنيوم لانه الالومنيوم ما كيتفاعل يعني للاسف كيتفاعل مع 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 الماكله فما كنديروش مباشره ما عندناش ورق الطبخ ولا خفنا انه مثلا يكون في الفرن لانه كاين الا ما كانش الجوده ديالو عاليه فما ما كيصبرش في الفرن. شنو غادي نديرو غادي ناخذوا الوريقات ديال الكروم دوك الكبار اللي كيكونوا على برا خارجين يعني ديال داك الكرومبا هادوك هما اللي غادي ناخذوهم نغسلوهم نمسحوهم مزيان ونلفوا بهم البطاطا عاد نديروا الالومنيوم. المهم هو الالومنيوم ما نديروش مباشره على البطاطا يعني نلصق على البطاطا لانه كيتفاعل معها فناخذوا البطاطا ندهنوها بالزيت البلديه بعد ما تكيناها مزيان بالعود الخشبي يعني كنتكوها ولكن ما كنديروش حفيرات غير كنتكو باش تشرب هذاك الزيت حتى للداخل. من بعد كناخذوا الورق الطبخ اولا بابي كويسون كنلفوه كامل على كل بطاطا بوحدها عاد كنديروا قلنا الالومنيوم نعوضوا ورق الطبخ نعوضوه بالوريقات الكبار ديال الكروم كل وحده نلفوها على ديك البطاطا عاد نديروا الالومنيوم. من بعد كندخلوها الفران نستفوهم في لاطه ديال الفران ندخلوا البطاطا وكطيب تقريبا جهده ثلث ساعه حتى نص ساعه على حسب الحجم ديال البطاطا حتى كنشوفوها انها صافي يعني تشوات مزيان طابت. من بعد كنخرجوها كنحلوا عليها داك الكويختات ديال الطبخ ولا نحيدوا على ديك الورق ديال الكرومب او الالومنيوم كنحيدوهم. وهذيك البطاطا كنقطعوها على النص ناخذوا الموس كبير ونقطعوها على النص مزيان وكنحطوهم يعني مزيان ملي كنقطعوهم على النص كنحطوها وهي يعني بحال شي باطو هكا محطوطين. ومن بعد كناخذوا المعلقه الصغيره وكنبداو نخويو الوسط ديال هذيك البطاطا كنخويوها كنهزو ديك البطاطا اللي هي وسطانيه وما نخويوهاش كامله كنخويو غير ديك الجهه الوسطانيه حتى كندير واحد الحفيره باش غادي نديرو ديك الحشوه. اشنو غادي نديرو غادي ناخذو يعني المقله اللي ما كتلصقش نديرو فيها شويه ديال الزيت البلديه ونديرو فيها الكفته ونديرو معلقه صغيره ديال الماء باش كتحل لينا ديك الكفته
وكنديروا دام تيغنمي ولا دجاج على حسب الكفته اللي درنا، وكنشحروا مزيان حتى كتفتت لينا مزيان هذيك الكفته، وكنديروا شويه ديال القزبر معدنوس، شويه ديال التحميره الا بغينا اللون، وشويه ديال الشونيه الحاره كتبقى اختياريه اللي كيبغي الحار، وكنخلطوا حتى كتشحر لينا ديك البصله. عاد ديك الساعه كناخذوها ولكم الاختيار، اما هذيك البطاطا اللي حنا خويناها نستعملوها في حويجات اخرين، ممكن نديروا معاها مثلا فرماج ونستعملوها في ورقه البسطيله هكا سيجار، الا ما بغيناش ممكن ناخذوا هذيك البطاطا ونحاولوا اننا نخلطوها مع هذيك الكفته ونديروها في الوسط ديال هذيك الحفيرات اللي درنا في كل بطاطا، ومن بعد كنمشيو كنحضروا دامتي. دامتي بشاميل اللي كتباع واجده غادي نضيفوا لها فقط الحليب ونديروها في كاسرونه ونبقاو نخلطوا على عافيه مهيله حتى كتعقد لينا. من بعد كنهزوا بالمغرفه وكل بطاطا كنخويو على هذيك يعني في الحفيره اللي درنا فيها الكفته، كنهزوا بالمغرفه هذاك البشاميل وكنخويوها على كل بطاطا حتى كتسيح من الجناب وكتشرب مزيان هذاك الوسط اللي درنا فيه الكفته باش كتجينا يعني شاربه هاد البشاميل. والبشاميل ما نديروهاش ثقيله وما نديروهاش سائله خفيفه بزاف، يعني بين وبين ممكن هذاك البشاميل يعني نضيفوا ليها الفرماج قبل ما نضيفوا نزيدوها على ديك البطاطا، ومن الافضل اننا نهزوا يعني البشاميل ونديروها في كل بطاطا حتى نكملوا ندخلوها الفران، غير تبدا يعني نشوفوا ديك البشاميل بدات كتقبط راسها على ديك البطاطا، عاد ديك الساعه ناخذوا شويه ديال الفرماج احمر محكوك وكنديروه وهي مازال سخونه من الفران خرجناها، في كل بطاطا كنديروا شويه ديال الفرماج. ممكن تعوضوا الكفته بالحشوه ديال السوسيس، نحيدوا لي غير ديك الجلده ديالو، ممكن ديروا كفته ديال الدجاج، ممكن ديروا اي نوع ديال الحوت، ممكن ديروا الشاركوتري او الكاشير على حسب الرغبه ديالكم على حسب شنو متوفر، فكتجي لذيذه. ما بغيناش نديروا غير العطريه مع شويه ديال الخضره محكوكه مع شويه ديال يعني هاد الاقتراح، ممكن ما نديروا فيه حتى شي حاجه من الكفته، نديروا فقط مثلا غير الخضره وديك البطاطا اللي حنا درنا، فكتجي لذيذه بزاف، كيبيعوها الكبار والصغار، ممكن كتكال كمقبلات كطبق متكامل. نتمنى تجربوا هذا الاقتراح لانه سهل ولذيذ في نفس الوقت وبالصحه والراحه.